بسم الله والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنيران. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، يعني كنتم من الطيبين في تعاملكم مع دين الرب، الرب الكريم. طبتم أنتم هنا طيبون، ما فيكمش خبائث، فيكمش نجاسات، فيكمش نفاقات. طبتم فادخلوها، أي يدخلوا جنة خالدين، دخول وخلود. يا سلام، والله جماعة دخول وخلود. شوف احنا كيفاش ميزنا ربي، وانتم كيفاش نكس ربي أعلامكم. كما تو الصورة العالمية تنكس أعلامها في كل مكان، وأصحاب الكلهم يمرون بأشد لحظات حياتهم الدنيوية. شيء كبير قد يقع الناس في خشوعية. اتعلموا لكون المجاهدين الآن، الآن هم محمديون، هم لهم قائد اسمه محمد النبي العربي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء يعني أرضوا ربنا بكونهم أخذوا الدور المجاهدين. الجهاد قائم وماض إلى قيام الساعة، ونحن نمر بأطيب الأيام بأحلى الأوقات، كون فينا من عرف دين الله فأقسم على أن يدافع ويذود عن دين الله. رانا مش نلعبوا، احنا مش صاين، احنا ولا أمريكان ولا أوروبيين ولا كيما تكون انت يابان ولا روس ولا صين. نحن أهل الله، وما نقولوش كما قالوا نحن أبناء الله وأحباء الله، نحن مخلوقات الله. ولكن يميزنا على الأكثرية أننا أسلمنا أمرنا لله بالتمام والكمال، وآمنا إيمان لا يزلزله أي كان، ونحن نتسلق نحو الذروة في مع أسدي أحد أهل الأدب مع الله، نعبده كأنما نرى، هو يرانا ونحن لا نراه. شوف شوف الميزات اللي عندنا: إسلام سوميسيون سوميشن، وإيمان كونفيكسيون، وإحسان إليفاسيون. يا سلام يا سلام يا ولدي، شكون كيفنا؟ أن احنا توا في بالهم هما الضالون، خاصة أهل الكتاب أغلبهم من أهل المغضوب عليهم والضالين، ماشي في بالهم اللي احنا من دونهم. لكن الحقيقة تقول أننا أعلى منهم شأنا، عند من؟ عند الله، وعند رسول الله عليهم السلام، وعند ملائكة الله عليهم السلام. إذن احذروا، أروا تقييمكم كذابين، تقييم من قلب ليس ما تقولون في شأننا في ذرة من صدق، بل أنتم معروفون بأشأم الكذبين وأشأم أعداء رب العالمين وأشأم أعداء رسل الله الكرام وإمامه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوف ربك باش أمرنا باش نذكروا اللي يبلعوا الكلام تاع صلعم، رد بالكم قاعدين تلعبوا بمصيركم، وانتم ممكن تكونوا من جملة الزمر جهنم. رد بالك، ماش لعب هذا،
صلاة النبي عمر بها رب النبي ورب الكائنات أجمعين. قال له صلى، نسأل الله السلامة.